أستاذ وهدان السيد المتحدث باسم محافظة البحيرة. أستاذ وهدان برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، زي حضرتك. تمام أستاذ وهدان، يعني هل يصح أن مدينة زي مدينة المحمودية يطلق عليها مدينة في البحيرة وهي ليست مدينة بالقليلة على أي حال من الأحوال، يكون فيها مركز شباب في مواشي بتتربى فيه وموظفين بيعملوا وبياخدوا أجور ورواتب من الدولة على هذا النحو؟ يا ريت الفيديو يكون موجود معانا. حضرتك معايا؟ ايوه معاك يا فندم، معاك يا فندم. حضرتك شايف الفيديو؟ ده مركز شباب كفر مليط في المحمودية بالبحيرة. ده هل ده يصح؟ ده مشهد يصح؟ فين رئيس مجلس المدينة وفين المحافظة وفين ده؟ ازاي مركز شباب يبقى فيه موظفين بتقبض وفي مواشي بتتربى؟ حضرتك تابع معانا الفيديو هتلاقي مواشي موجودة. مين المسؤول يا فندم عن المواشي دي؟ الموظفين؟ لا رجاء هنبعت لحضرتك الفيديو، يعني دي مش ده من عناية. حاضر، انا بس بوعدك ان شاء الله دلوقتي يعني مجرد ما ارجع بس مكتب 10 دقايق وهبعت لك، انا عندي سريه تامه تحصر قصه ورئيس مجلس المدينه الاستاذ احمد مشهور اللي بيشتكوا له وما بيردش. لا 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 مفيش مشكله خالص. ده مشهد لا يصح. لا دلوقتي هتابع. لا 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 مفيش مشكله طبعا، وانا هتابع المركز دلوقتي وهبعت لجنه من الاقامه متابعه سريه حالا تحصل ايه المخالفات الموجوده وتاكد سيادتك اي مخالفه هيجازى المتسبب فيها فورا مع المحافظ، ما بيتاخرش اي جزاءات يعني بالنسبه للحاجه بالذات لو بتضر بالشباب او بتضر بالسهل عام عمر يعني. واهدار مال عام واهدار مال دوله كمان لما يبقى في موظفين قاعده في المركز ده بتقبض، و ده زي ما يكون بيت قايل للسقوط، بيت ريفي قايل للسقوط مش مركز شباب، وفي مواشي جنبهم. ايه المشهد ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ شكرا لحضرتك، شكرا ليك، شكرا استاذ وهدان، شكرا كمان على انك تواصلت معانا.